صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح التفاؤل، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم هذا الصباح. عندنا موضوعات جديدة ومتجددة اليوم. من ضمن موضوعاتنا النهاردة هنتكلم عن طبعا افتتاح بطولة كأس العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هناك مجموعة من الرسائل في الحقيقة اللي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس خلال إطلاق هذه البطولة. هذه البطولة بالطبع التي تستمر أو يشارك فيها 32 منتخب لأول مرة بالطبع في التاريخ، بعدما كانت تقام من قبل بمشاركة 24 منتخب فقط. كان هناك مجموعة من العروض الفنية أيضا والرياضية خلال هذا الحفل اللي استمر حوالي 20 دقيقة. إذن كل التمنيات للمنتخبات المشاركة في هذه البطولة، وأن يكون هناك بالفعل تنظيم مشرف كما تعودنا دائما من قبل مصر لهذه البطولة. عندنا موضوعنا الآخر بالطبع، أكيد الرسوم المتحركة لها تأثير كبير وفعال على الأطفال، وبالتالي كيف يمكن استغلال هذه الرسوم المتحركة في تنمية المهارات والقدرات لدى الأطفال عفواً، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والتميز. يعني ممكن استغلال بالفعل هذه الرسوم المتحركة وتطويحها بشكل كبير جداً، بيخدم الأطفال ويوجه وينمي قدراتهم في المرحلة المقبلة، بعيداً طبعاً عن أعمال العنف اللي بتشهدها بعض الرسوم المتحركة. عندنا فقرتنا السبت اللي احنا متعودين عليها دايما، قراءة في صحيفة الجلالة واهم الموضوعات اللي بتطلعنا بها في الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم. عندنا كمان فقرتنا الاقتصادية، فقرتنا الرياضية، ومجموعة متنوعة من الاخبار والتقارير المختلفة من دول العالم. بعد الفاصل هنبدأ معاكم اولى فقرتنا وهنشوف مجموعة من التدريبات الرياضية. صباح الخير، معاه كابتن محمد سيد. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، الرياضة. الرياضة ملهاش سن. ناس كتير تقولك أنا كبرت خلاص مش هلعب رياضة، أو أنا لسه صغير إن ألعب رياضة. طبعا الكلام ده مش صح، سواء كبير سواء صغير الرياضة ملهاش عمر، تقدر تلعب رياضة في أي وقت وفي أي مكان. النهاردة هنتمرن مع بعض التمارين البسيطة جدا ممكن الناس تعملها في البيت، هتساعدهم جدا إن هي تحسن من جسمهم وهتساعدهم ان هي تعلي الفيتنس ليفل بتاعهم. تعالوا بينا نشوف التمرين. اول تمرين معانا هبدا ان انا اقف بالشكل ده وانزل يمين واطلع افرد ايدي لفوق، وابدا ان انا اروح الجنب التاني بالشكل ده. رقم 2، هبدا ان انا اقفل رجلي خالص وانزل المس مشط رجلي واطلع بوز. 2 3 4 5. تمرين رقم 3، هبدا ان انا احاول اخلي ايدي تلمس رجلي او تلمس كوعي. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمرين الرابع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمرين الخامس، هبدا ان انا كيك باك واطلع على المسرج، كيك باك واطلع على المسرج بالشكل ده، كيك باك ورا واطلع. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. التمارين دي تمارين بسيطة جدا، تقدروا تعملوها في كل مكان، تقدروا تعملوها في أي وقت. هنعمل التمارين دي من مجموعتين لثلاث مجموعات، والأعداد من 10 ل 15 عدة. تابعونا الحلقات اللي جاية، هنبدأ ننزل تمارين تانية كتير. شكرا.
مرحبا بكم مجددا، وبنبدا معاكم اولى فقراتنا في هذا الصباح وهذه الاطلاله الاخباريه المتنوعه، واولى اخبارنا بموضوعنا ايضا اللي احنا هيكون عندنا موضوع اساسي اللي هو افتتاح بطوله كاس العالم لكره اليد، وهذه البطوله هي البطوله 27 للرجال، وشهد حفل الافتتاح العديد من العروض الرياضيه والفنيه الرائعه. الحفل استمر 20 دقيقة زي ما احنا كنا بنقول، تضمن فقرات استعراضية لتعبير عن كرة اليد، تاريخ اللعبة، بالإضافة إلى استعراض أعلام الدول المشاركة وفي مقدمتهم العلم المصري صاحب الضيافة. من جانب أكدت اللجنة المنظمة على التزامها الكامل بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقام بطولة العالم لكرة اليد في مصر بمشاركة 32 منتخب لأول مرة في التاريخ، بعدما كانت تقام من قبل بمشاركة 24 منتخب فقط، وكان هناك حرص من القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور هذا الحفل وإطلاق إشارة البدء لهذه البطولة. بالطبع في اهتمام من جانب الدولة يعني ذوي الهمم وتنميتهم ومساعدتهم في كافة المجالات في الحقيقة، فلديهم الكثير والكثير من الطاقات الجيدة والمبدعة التي يجب أن يتم استغلالها بالفعل والاستفادة من هذه الطاقات البشرية بشكل كبير. وبالتالي أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان المرحلة الثانية من مبادرة مصر بكم أجمل لتأهيل ذوي الهمم. تم خلال المبادرة تسليم 57 عقد عمل وعدد 6 كراسي متحركة و10 ماكينات خياطة لذوي الهمم لتأهيلهم لسوق العمل بمحافظة الإسماعيلية، ومعنا تفاصيل في هذا التقرير. إجراءات احترازية مشددة أطلقت وزارة القوى العاملة المرحلة الثانية من مبادرة مصر بكم أجمل لتأهيل ذوي الهمم في إطار مبادرة حياة كريمة لتوفير فرص عمل لائقة لهم بمحافظة الإسماعيلية لتشمل باقي محافظات الجمهورية. بننفذ استراتيجية الدولة دي حريصة على كل أبنائها، بتحاول دايما أن هي تكون داعمة لهم في كل الأوقات، فمتهيألي ده الوقت اللي احنا لازم نكون دايما وفي كل وقت نحاول بقدر الامكان ان احنا ندخل البسمة على ابنائنا من ذوي الهمم ومن العمالة غير المنتظمة واي فئة اخرى. النهاردة هنستطيع ان احنا نقدم لها كل الرعاية، هنقوم بده وهنبذل كل الجهد. وخلال الاحتفالية قام وزير القوى العاملة محمد سعفان بتسليم شهادات امان للعمالة غير المنتظمة وعقود عمل وكراسي متحركة وماكينات حياكة وتدريب لذوي الهمم لتأهيلهم لسوق العمل الخاص. احنا كنا مهمشين جدا، ما كانش في حد حاسس بينا ولا حد حاسس بظروفنا، ما كانش اصلا حاسين اللي احنا لينا وجود في الدنيا. وبشكر كل رئيس السيسي وكل مسؤول وأساتذة الوزير ان هو حس بينا وحس بوجودنا في الدنيا. انا طبعا مبسوط ان الدولة يعني بتفتكر الناس اللي هي طبعا اعتبر اول حدث في حياتي يعني بالنسبه للدوله. هو وفر لي فرصه عمل اللي هو منزلي كمان، يعني احنا بنشكرهم والله على هم عملوا معانا كلهم. الحمد لله ان مبسوط النهارده نسيت الوزير، الحمد لله اديني ماكينه خياطه. هذا عمل كويس الحمد لله، كويس عشان يساعدني عشان الظروف اللي انا فيها الحمد لله رب العالمين. دعمني بمكنه اللي انا اقدر اشتغل وانتج ودخل دخل شهري لي. مصر بكم أجمل مبادرة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم للاستفادة من طاقاتهم وإعادتهم ليكونوا جزءا من عجلة التنمية والإنتاج. من ضمن المشروعات المهمة اللي بتقوم بها الدولة هي تبطين الترع والمصارف، وأعتقد أن ده من ضمن المشروعات المهمة جدا بالفعل، وهيكون ليه عوائد كبيرة جدا على المستوى الزراعي في الفترة المقبلة بشكل أكبر. صرح وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي أن زيارته إلى مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف في محافظة الفيوم بتأتي للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال بمشروعات تأهيل وتبطين المجاري المائية هناك والتأكد من نسب التنفيذ والمناطق المخدومة من تلك المشروعات. جاء ذلك خلال تفقد وزير الموارد المائية والري ومحافظ الفيوم أعمال مشروع تأهيل وتبطين بعض الترع والمصارف في المحافظة، وهنشوف كمان تفاصيل في هذا التقرير.
في إطار تحركات الدولة للمساهمة في تحديث وتطوير نظم الري والزراعة، تفقد وزير الري برفقة محافظ الفيوم عملية تبطين الترع والقضاء على التعديات في محافظة الفيوم. احنا بناخد الترع المتعبة، خصوصا الترع الفرعية، وبعدها المسائي، وبعد كده بنخش جوه الأرض كمان عشان تعمل منظومة الري الحديث. طبعا الكلام دوت خصوصا منظومة الري الحديث بالتعاون بين وزارتي الزراعة والري، ده كله هيبقى ليه تأثير على حاجات كتير قوي. أول حاجة نوعية المية، إن أنا المية هتتحسن، لأن مش هيبقى فيه حشائش، مش هيبقى فيه ترسبات، مش هيبقى فيه طمي. تسعى وزارة الري لتحديث نظم الري في محافظة الفيوم من خلال مشروع يصل تكلفته إلى 18 مليار جنيه. بالتنسيق مع وزارة الري احنا عاملين مجموعة عمل ما بين وزارة الري، مديرية الري، مديرية الزراعة، وعدد من المزارعين، وعدد من القيادات الطبيعية في المجتمع، عشان نحفز الناس على منظومة الري الحديث. كل ده هيبقى يعني زي ما ذكر معالي الوزير، لها آثار إيجابية جدا على الإنتاجية للأرض الزراعية، الاستفادة القصوى من المية. يستهدف المشروع زيادة التعاون بين الدولة والفلاح من خلال توفير الخامات والمستلزمات وطرق الري الحديثة، والتي ستعود على إنتاجيات الغذاء من خلال الجودة وزيادة الكميات مع تقليل الفاقد من استهلاك المياه. توفي وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف مساء الأربعاء عن عمر يناهز 87 عام بعد صراع مع المرض، بحسب تقارير صحفية. شغل صفوت الشريف عدة مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، منها وزير الإعلام، رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحزب الوطني. نروح معكم لموضوع آخر، وشاركة عشرات الجمال في سباق للهجن في محافظة جنوب سيناء، وهو الذي يقام سنويا ويغطي عادة 35 كيلومتر. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. عبر الصحراء بجنوب سيناء انطلقت عشرات الجمال في سباق يقام سنويا في هذه المنطقة الساحرة، وبسياراتهم المسرعة يرافق أصحاب الجمال الحيوانات في كل خطوة على الطريق لتشجيعهم على الفوز. ورغم أن أصحابها ربما يقودون سيارات كبيرة رباعية الدفع، لكن جمالهم تظل مصدر فخر وثروة تقليدية بالنسبة لهم. سباق النهاردة كان بين قبيلتين، ترابين ومزينة، وكان ذهب ملتقى من القابل فيه في كل سنة مرة، ومدام أقوى السباقات الموجودة في شمال في مصر، في جمهورية مصر العربية كلها. يغطي السباق عادة 35 كيلومترا، لكن تم اختصاره إلى 22 كيلومترا فقط هذا العام بسبب سوء الأحوال الجوية. تأتي الجوائز التي تم توزيعها على الفائزين في نهاية السباق من تبرعات قبلية. الجوائز بتبقى دونيتد بتبرعات يعني من القبائل كلها، ناس من مزينة، ناس من طرابين، ناس من العلاجات، زي ما انت شايف كل القبائل حاطين دونيشن، في ناس من القاهرة وفي ناس أجانب كمان. وكان الفائز هذا العام هو سالم حسن، أحد أفراد قبيلة طرابين، الذي سبق لجماله أن فازت بسباقات سابقة في السعودية. كل القبائل اللي في سيناء بتحضر هذا سباق الزلقة اللي بتمتع للفرجة، وهذا السباق اللي هو خروه الكبار لنا المسافات الطويلة. هذا اللي بيحصل على المركز الأول هذا الجمل اللي يقولوا عليه البداوة الجمل الجيد. ويمكن أن يصل سعر الجمل الفائز بسباق إلى 180 ألف جنيه، ويصل سعره أكثر من ذلك في دول الخليج. يقام السباق في نفس المنطقة منذ عقود ويعتبر تقليدا قبليا. مصر لديها بالفعل الكثير من المقومات السياحية والأثرية، وبالتالي هناك جهود لدعم وتنشيط السياحة واستغلال كل المناسبات والفرص في الحياة لتسليط الضوء على هذه المقومات. وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي السياحة والأثار والهجرة لترويج للسياحة المصرية خارجيا، التقى كل من وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، النجم المصري العالمي مينا مسعود، بطل فيلم ديزني الشهير علاء الدين، خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة ضمن برنامج زيارة لمصر يضم زيارة عدد من المعالم السياحية
البارزة. وجهت وزيرة الهجرة الشكر للممثل المصري لحماسه تجاه وطنه، كمان أشارت إلى أن الفن هو أحد عناصر القوة الناعمة لمصر في الخارج، وبالتالي فإن نجاح مسعود يعتبر نجاحا لمصر في الخارج أيضا. وزير السياحة أيضا من جانبه قال إن مسعود يعد واحدا من هؤلاء الذين لم يغفلوا مكانة مصر ودورها في نشأته، ليتجسد ذلك في حرصه على زيادة معالمها السياحية والترويج لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. من جانبه أكد النجم المصري مينا مسعود أنه يكن إعجابا شديدا بما يراه من عظمة بناء الأهرامات، ما صنعه أجداده المصريون من إعجاز هندسي، مضيفا أن زيارته لمصر وترويج لمعالمها السياحية بتعد واجب على كل من حقق نجاحا في الخارج. من مصر إلى العراق، حيث بدأ عدد متزايد من السيدات العراقيات أعمالهن الخاصة من المنزل مستفيدات من قيود فيروس كورونا، كما ساعد التحرك نحو التسوق عبر الإنترنت إلى نجاح هذه الأعمال. وخلونا نتعرف على تفاصيل هذه التجربة العراقية. تأثرا بتداعيات جائحة كورونا، بدأ عدد متزايد من السيدات العراقيات أعمالهن الخاصة من المنزل انصياعا لقيود مكافحة الفيروس. وأجبر الوباء أغلب النساء على التركيز والعمل على تصميمات وتقنيات جديدة أثناء حظر التجوال، كما ساعد التحرك نحو التسوق عبر الإنترنت على انطلاق أعمالهن بطريقة ناجحة. جاء وقت الحظر وانشلت الحركة بالعالم كله مو بس بالعراق، فكانت فرصة وقت استغليتها بطريقة صحيحة. طورت من المهارات، أخذت كورسات، جربت قطع جديدة، جربت تصاميم جديدة. وتقول العاملات من المنزل إن تلك الطريقة ساعدتهن على تجاوز التمييز والمضايقات التي غالبا ما تأتي مع العمل في المجتمع العراقي، وأدت إلى تحقيق دخل إضافي في ظل وضع اقتصادي متدهور. بالحظر ويا كورونا، يعني واحد يصفون شو ممكن يستغل الوقت، شو نستثمرها، يعني حرامات تضيع هيش سنة بسبب هالمرض هذا. فذكرت التشيز بورد وشون بقت ببالي وشون حبيتها وما لقيت من عندها هنا، فقلت بما انه ما لقيت من عندها هنا اني اسوي مكان يبيعها يوفرها للناس اللي يريدوها. ووفقا لاحصاءات الامم المتحده، كانت 12.30% فقط من العراقيات في سن العمل يعملن او يبحثن عن عمل منذ عام، ولا تزال مشاركه النساء في سوق القوى العامله في العراق منخفضه للغايه. في الوقت اللي تأثر العالم بتداعيات فيروس كورونا، واختلفت كثير من الأمور في النواحي الاجتماعية والاقتصادية، بيحاول البعض التغلب على هذا الأمر كمان خلق حالة من التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية، وأيضا يعني تناول اللقاح الخاص بهذا الفيروس في بعض الدول، والبعض بيلجأ إلى بعض الطرق يعني الجميلة للتعبير عن هذا الأمر، زي ما احنا شايفين مع حضراتكم في الصور. ده مخبز لصناعة الكيك بيستخدم شكل لقاح فيروس كورونا لعمل يعني كيك مميز بالفعل، أطلق عليه باي باي كورونا في ألمانيا. اتخذ المخبز شكل الحقنة لعمل الكحك زي ما احنا شايفين مع حضراتكم، وربما الأمر ليس محبب للجميع، لكنها ربما تكون المنقذ بالفعل من الجائحة المنتشرة حول العالم، اللي هي الموضوع الخاص باللقاحات والجدل الذي أثير حول هذا الأمر. بيسعى المخبز من خلال هذه المنتجات الشهية والمميزة بالترويج للقاح أهميته، وبيأمل أن ينجح اللقاح في وضع حد لانتشار فيروس كورونا حول العالم. تتكون تلك الكعكة من كيكة إسفنجية شهية محشوة بالكريمة ومغطاة أيضا بعجينة السكر. نروح معكم لصربيا، ومجموعة من الجدات بتقوم بعمل مشغولات يدوية بالإبرة وخياطة وتصميم ملابس تقليدية التي توارثتها الأجيال، وذلك لكي يظلوا مشغولين في شهور الشتاء الثلجي. قامت مجموعة من الجدات بعمل مجموعة للعمل للحفاظ على التراث التتاري وتعليم للأجيال الجديدة. بتقوم السيدات بالعمل من المنزل، عمل ورش عمل عبر الإنترنت لتبادل الخبرات، تعليم السيدات الصغيرات، أيضا لعرض المشغولات من الجوارب المشغولة يدويا اللي بتحتوي على رسومات تقليدية تراثية من مئات السنين، وأيضا قبعات مشغولة، وهي أيضا قبعات بتعتبر من التراث التتاري القديم زي ما احنا شايفين مع حضراتكم في هذه الصور.
ليس فيروس كورونا يصيب البشر فقط، لكن أيضا يصيب بعض الحيوانات، وهذا ما أكدته إدارة حديقة حيوانات سان دييغو وحاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اللي أعلن إصابة عدد من قردة الغوريلا في الحديقة بفيروس كورونا المستجد، وضعها في الحجر الصحي في أولى الإصابات المعروفة لدى هذه الفصيلة من الحيوانات. أوضح حاكم الولاية خلال مؤتمر صحفي تسجيل إصابتين بكوفيد 19 لدى قردي غوريلا، فيما ظهرت على قرد ثالث أعراض الإصابة. ويذكر أن فيروس كورونا سبق وأن انتشر بين عدد من الحيوانات في السابق، هي النمور وغيرها من الحيوانات، بينما تعتبر المرة الأولى التي ينتشر فيها أو يظهر فيها بين قردة الغوريلا. دي كانت مجموعة من الأخبار والتقارير المختلفة حول العالم، ما هو قادم، وقفة رياضية واستعراض لأخبار الملاعب، ومن بعده هنبدأ معاكم أيضا قراءة لصاحبة الجلالة وأهم الموضوعات التي طلعتنا بها الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم بعد الفاصل.